هل يمكن ان يكون الولي على معصية؟ نعم. قالوا لعبد القادر: ايزني الولي؟ قال: وكان امر الله قدرا مقدورا. وتلميذ المرسي ابو العباس ضبطوه يزني، فجم يقبضوا عليه جري وركب الماء وساق، فراحوا للمرسي قالوا له: قول لنا بقى، احنا شفناه هو بيزني وشفناه هو ماشي على الميه، ايه بقى ده؟ ما تجننوناش بقى، انا شفته بعيني بيزني وشفته بعيني هو ماشي على الميه. قال: ان الكريم اذا وهب ما سلم. افهموا ربنا، الله يهديكم، عشان وانتوا بتدعوا، انتوا بتدعوا حاجه عظيمه قوي، بديع السماوات والارض. ان الكريم اذا وهب ما سلم. يبقى ممكن واحد ولي من جانب وربنا اكرمه لغايه ما خلاه يطير في الهواء ويمشي على الميه ويزن. قالوا